بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم أكبر من مقتكم
أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون على من يشاء
وليال النصر والشفع والنور والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد فكان في المرصاد
أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه